السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال سنة خمسة حبيب قلبي، وحشتوني جدا. يلا بينا النهاردة إن شاء الله عندنا فيديو حل مهم جدا يا أولاد، هنحل على ليسن 2 الدرس الثاني من يونت 6 من الوحدة الستة. أول حاجة طبعا إحنا كنا خدنا جرامر، كنا خدنا ظروف التكرار اللي بتيجي في زمن البريزنت سامبل المضارع البسيط. ويلا نحل بوب كويز على ظروف التكرار. فبيقول لي في أول حاجة شي sometimes. أولا sometimes get يبقى الكلام present simple. يعني ايه present simple؟ يعني go goes. طيب اجيب go ولا goes؟ she من اصحاب الاس يبقى انا هختار goes. she sometimes goes to the club. طيب I a go to school on Friday. انا كده محتار بين never وبين always وبين usually. ever خلاص لا، عندي ثلاث ظروف تكرار. طيب تعالى كده نبص للمعنى. on Friday يوم الجمعة، اروح المدرسة يوم الجمعة، it's a holiday، ده اجازة، يبقى I never، انا عمري ما اروح المدرسة يوم الجمعة، انا اجازة. نمبر 3 بيقول لي she ate a sandwich from this restaurant. احنا كنا بنغني ونقول ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل، يبقى gets always مش هتنفع و get always مستحيل. ظروف التكرار بتيجي قبل الفعل، يا ترى always gets ولا always get؟ she من اصحاب الاس يبقى اقول she always gets a sandwich from this restaurant. طيب تعالى على نمبر 4. نمبر 4 بيقول she likes music، هي بتحب الموسيقى، تمام، يبقى she listens to music، حاجه بتحبها، يبقى دايما she always listens to music، دايما بتستمع للموسيقى. في نمبر 5 how often do you، اتفقنا طبعا مع دوداس بستخدم مصدر وانا مغمض، اقول له do you visit، how often do you visit your grandparents. طيب how a does she play tennis؟ فالإجابة she never. لما أجاوب بظروف تكرار يبقى السؤال how often، هي أداة الاستفهام. how often does she play tennis؟ she never plays tennis. طيب هنا how often does he go to the library؟ يبقى he often goes، لأن هي من أصحاب الاس. طب هو ليه هنا كانت he go؟ علشان does بيجي معاها فعل في المصدر، فعل بدون إضافات، لكن does تمشي، القاعدة ترجع عادي خالص. هنيجي لنمبر 8. نمبر 8 بتقول how often do، يا ترى ايه اللي بياخد do؟ والله هي وشي وات بياخدوا does لانهم اصحاب اس، فاقول do they. how often do they study English؟ ويلا نحل التمارين العامة على الدرس، مفيش listening features على طول. يا ترى ايه is when the temperature goes very high، لما درجة الحرارة تبقى عالية جدا، ده اسمه heat wave، الموجة الحارة. طيب the students، ظروف التكرار بتيجي بعد امو از ار، يبقى نيفر ار مستحيل افكر فيها، وكذلك اولويز ار. يا ترى ار نيفر ليت ولا ار اولويز ليت؟ عمرهم ما اتاخروا ولا دايما متاخرين؟ تعال نكمل الجمله. They wake up very early، بيصحوا بدري جدا، يبقى عمرهم ما اتاخروا، ار نيفر ليت. It's very hot in، الجو حر جدا في ده في الصيف طبعا in summer. تعال نبص على نمبر 4. في نمبر 4 بيقول how often your sister، وطبعا حاطط your علشان اتلخبط واقول you، افتكرها you واختار do، لكن your sister اختك مفرد، هقوله does. هنيجي على الماتشنج التوصيل. I always go، طبعا تو في تو، I always go to the club on Saturdays، أنا دايما أذهب إلى النادي في أيام السبت. We went to the store to، ذهبنا إلى المتجر لكي، buy نشتري grapes and lemons. My grandma جدتي felt ill، شعرت بالمرض، because it was so hot، لأن الجو حر جدا. We walked on the shady side of the street، مشينا في الجانب المظلل في الشارع. ونبص مع بعض على الريودر الترتيب. cool how keep do a heat wave you in how do you keep cool، كيف تحافظ على برودتك in a heat wave في الموجة الحارة. strawberries does how she often eat، how often بعد how often does وبعد كده الفاعل she، how often does she، كم مرة هي eat strawberries، بتاكل فراولة. get helped our friend we a cheer onto، we helped احنا ساعدنا our friend صديقنا،
get onto a chair انه يقعد على الكرسي. اوكي get onto a chair. ممكن تتقال we helped get our friend onto a chair، برضو ممكن تتقال كده. ممكن تتقال we helped get our friend onto a chair. تمام الاثنين صح. طيب تعالى نعمل number four. A shower usually she has Fridays on. She usually has a shower. هي عادة بتاخد دش on Fridays في أيام الجمعة. طيب تعالى ننزل ونشوف بعد كده عندنا قطعة. القطعة بتقول yesterday I went to the store with my friend Sarah. أنا رحت المتجر مع سارة. We went there to buy some fruit. رحنا بقى نجيب فاكهة watermelon بطيخة grapes عنب and lemons وليمون. To make lemonade عشان نعمل عصير ليمون. To cool us down ليقلل من درجة حرارتنا because it was very hot لأن الجو حر جدا. The temperature was very high. درجة الحرارة كانت عالية جدا. It was above 40 degrees. كانت فوق ال 40 درجة. So we came back on the shady side of the street. فإحنا رجعنا في الجانب المظلم من الشارع. As we were passing our grandma's house. وإحنا بنعدي على منزل الجدة. We heard a cry. سمعنا صرخة. My grandma is 65. جدتي عندها 65 سنة. And lives with my uncle. وعايشة مع عمي. But he goes to work in the day. بس هو بيروح يعمل في النهار. We were worried because the door was a bit open. احنا كنا قلقانين جدا لان الباب مفتوح قليلا. My grandma was on the floor. جدتي كانت على الارض. Sarah helped me. سارة ساعدتني get my grandma onto a chair. نحن انا قعدها على كرسي. We gave her lots of water. اعطيناها الكثير من الماء. We were happy احنا مبسوطين when we could help her لما قدرنا نساعدها. طيب يا ترى ايه is a place where we buy fruit and vegetables؟ المكان اللي بنجيب منه الفاكهة والخضروات ده اسمه ستور المتجر. When they heard a cry لما سمعوا صرخة they were كانوا طبعا they were worried كانوا قلقانين طبعا. تعالى ننزل ونشوف ال open-ended questions. Why did they come back on the shady side of the street؟ هم ليه رجعوا في الجانب المظلل من الشارع؟ طبعا هم رجعوا الكلام ده because it was very hot. تمام because it was very hot لأن الجو كان حر جدا عايزين يمشوا في الظل because there was a heat wave لأن كان في موجة حرة. طب قال لي summarize لخص the second paragraph into one sentence. ال second paragraph الفقرة التانية اللي هي دي من أول هنا. As we were passing our grandma's house, we heard a cry. My grandma is 65 and lives with my uncle. طب أنا ألخص الفقرة دي كلها بأن my grandma felt ill. جدتي تعبت. And we helped her. وإحنا ساعدناها. ده الملخص. ده اللي أنا عاوز أقوله. أن تيتا تعبت وإحنا ساعدناها. My grandma felt ill. And we helped her. تعال نكتبها. My grandma felt ill and we helped her. واحنا ساعدناها. اوكي. عندنا بعد كده I usually get up early. عايزين نعمل punctuation هنا. فطبعا ببدأ ب capital letter I capital usually get up early عادية خالص. هعمل في الآخر full stop. وتعالى آخر حاجة عندنا هنتكلم نكتب paragraph على ال heat wave الموجة الحرة. What's the weather like in the heat wave? What should we do in heat waves? طيب أول حاجة هعرف الهيت ويف أسيب أول حرفين كده وأقول له A أو أقول له مثلا the very hot summer. الصيف الحر جدا became أصبح a heat wave أصبح موجة حرة. أعرف بقى الموجة الحرة وأقول له the heat wave الموجة الحرة is when the temperature لما درجة الحرارة goes okay very high تعلى جدا تبقى عالية جدا. No one في الطقس ده no one can
do anything. محدش يقدر يعمل أي حاجة، الكل زي ما قلنا مفرهد. No one can do anything. We should. إحنا يجب علينا drink lots of water. نشرب الكثير من الماء. مثلا and lemonade. وعصير الليمون. بعد كده أقول له we should. ونحن يجب علينا eat أن نأكل مثلا fruit فواكه like مثل watermelons البطيخ and grapes والعنب. طب ناكل ونشرب الحاجات دي ليه؟ to cool us down لتقلل من درجة حرارتنا. ممكن أقول له مثلا yesterday امبارح my grandma okay my grandma felt ill because it was so hot. جدتي تعبت لأن الجو كان حار جدا، المفروض ماي هنا تكون ماي سمول عادي خالص. تمام. we helped her احنا ساعدناها and gave her وأعطيناها lots of water الكثير من الماء. she became أصبحت well بصحة جيدة and thanked us وشكرتنا. ده paragraph على الهيت ويف الموجة الحارة. احنا كده خلصنا الفيديو النهارده، بس ما تنساش انك تاخد سكرين شوت للباراجراف، وما تنساش اللايك الجميله بتاعتك قبل ما تقفل. بحبك جدا ومبسوط قوي انك يا بطل كملت الفيديو للاخر، وان شاء الله السيشن الجاي انا وابطالي هندخل مع بعض ليسن 3 الدرس الثالث، اللي هو يعتبر ما فيهوش اي حاجه خالص، يعني درس بسيط جدا ممكن ناخد معاه 4 and 5. ف دعواتكم كده نشوف هنعمل ايه وهنشوف ايه المناسب ان شاء الله ونعمله. بس دلوقتي هقول لك خلاص خلصنا، وهكون زعلان جدا لما بقول لك جود باي، مع السلامة.